السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صحافتكم لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لهذا اليوم الخميس الموافق الثاني من شهر يناير لعام 2020. على الله توكلنا، ونبدأ مع صحيفة الأيام والتي عنونت إشادة واسعة بقرار ولي العهد بإلغاء رسوم 200 خدمة، خطوة كبيرة في التسهيل على المواطنين. الجرائم الإلكترونية تحذر من الاحتيال الإلكتروني. البنوك لا نطلب أي بيانات عبر وسائل الاتصال. مهرجان الأيام يستقطب 55 ألف زائر في يومه السابع. ومع صحيفة الوطن والتي أبرزت البعينين للوطن، لا علاقة لمشتركة تشريعية وتنفيذية بلجنة توجيه الدعم. المؤيد للوطن برنامج متكامل وفعاليات جديدة للمنامة عاصمة للسياحة العربية 2020. جناحي للوطن المنصة الإلكترونية، ثالث مبادرات دعم المنظمات الأهلية. عقاريون للوطن، استقرار طلب بيوت مزايا وانخفاض الإيجارات. ومع صحيفة أخبار الخليج والتي عنونت على صفحتها الأولى، حشود هائلة تتدفق إلى البحرين في رأس السنة، 60 ألفا عبروا إلى البلاد عبر جسر الملك فهد بإنسيابية. اقتراح نيابي بمنح الأم الحاضنة حق استخراج جواز سفر لابنها. وإلى صحيفة البلاد والتي عنونت مواطنون بعودة سمو رئيس الوزراء، تكتمل الأفراح. دخول أول دراجة نارية جسر الملك فهد، 200 دينار قيمة إعلان نجم السوشيال ميديا. مع إشراقة العام الجديد 2020، نشرت صحيفة البلاد لأن العديد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنها الانستغرام وتويتر حرصوا على الابتهال إلى المولى عز وجل بأن ينعم على رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة بإتمام الصحة والعافية، وأن يعود إلى أرض الوطن سالما غانما في القريب العاجل. وأعربوا عن اشتياقهم لعودة سموه حتى تكتمل الأفراح والمسرات بعودته. نشرت صحيفة أخبار الخليج إلى أن حشودا هائلة تدفقت إلى البحرين في رأس السنة الميلادية، حيث كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أن الجسر شهد عبور أكثر من 60 ألف مسافر نحو البحرين في ليلة رأس السنة الميلادية بشكل انسيابي، على الرغم من الأعداد الكبيرة من المسافرين التي تجاوزت أكثر من 100 ألف مسافر بالاتجاهين. هذا ونشرت صحيفة البلاد صور استقبال مملكة البحرين للحظات الأولى من العام الجديد على وقع عروض الألعاب النارية المذهلة ضمن الاحتفالية المميزة التي تنظمها هيئة البحرين للسياحة والمعارض. ومع انطلاقة عام 2020 وخلال الدقيقة الأولى للسنة الجديدة، استقبلت وزارة الصحة أول مولود في تمام الساعة 12:00 وذلك بمجمع السلمانية الطبية. وقد انهالت بشائر الخير بالسلمانية باستقبال بداية حياة جديدة لأطفال العام 2020، حيث ذكر قسم الولادة بالسلمانية أنه خلال 12 ساعة الأولى لليوم الأول من عام 2020 سجلت وزارة الصحة ولادة 13 مولودا، منهم 9 ذكور و4 إناث.
إلى الأخبار المنوعة مشاهدينا، حيث لفتت صحيفة الأيام إلى أن نواب وشوريون ومواطنون أشادوا بقرار مجلس الوزراء في جلسته برئاسة سمو ولي العهد بإلغاء رسوم 200 خدمة حكومية أخرى في 11 جهة حكومية، مثمنين توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى في هذا الصدد، مشيرين في حديثهم لوكالة أنباء البحرين بنا إلى أن القرار يعتبر ثمرة من ثمار دراسة جادة قدمتها اللجنة التنسيقية. نقرأ من صحيفة الوطن أن الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض نادر المؤيد كشف أن الهيئة ستركز على جذب السياحة العائلية والتجارية، وذلك بعد اختيار المنامة عاصمة للسياحة العربية 2020، فيما ستواصل في تطوير مشاريعها ضمن استراتيجيتها طويلة المدى التي تركز على 4 أعمدة رئيسية، وهي الوعي، الجذب، الوصول والإقامة. نشرت صحيفة الوطن أن مدير إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية نجوى جناح كشفت عن تدشين مبادرة المنصة الإلكترونية لتدريب المنظمات الأهلية عن بعد، حيث سيتم تدريب 400 متطوع من كوادر هذه المنظمات كدفعة أولى، موضحة أنه سيتم طرح 12 وحدة تدريبية خلال العام الجاري 2020، حيث ستطرح هذه الوحدة التدريبية أو وحدة تدريبية واحدة شهرياً. بيّنت صحيفة الأيام إلى أن جميع مصارف البحرين حذرت عملائها عبر حملة رسائل نصية أطلقتها على مدار اليومين الماضيين من إعطاء معلوماتهم الشخصية أو بياناتهم لأي مصدر كان. جاء ذلك على خلفية عمليات نصب واحتيال محتملة قد يتعرض لها عملاء المصارف جراء انتشار رسائل نصية تزعم أنه قد تم حظر بطاقة الصراف الآلي الخاصة بالشخص بسبب التحديث، داعية عملائها إلى التواصل مع مركز الاتصال الخاص بالبنك بشكل فوري في حال شاركوا هذه المعلومات مع أي شخص كان. إلى ذلك بيّنت صحيفة الوطن أن البيوت السكنية المخصصة للسكن الاجتماعي مزايا احتفظت بأسعارها في الربع الأخير من العام 2020، وذلك بسبب حاجة المواطنين للسكن والطلب شبه المتوسط على هذه النوعية من العقارات عقب زيادة الدعم الحكومي للمشاريع الإسكانية وفقاً للخبراء في القطاع العقاري، متوقعين أن يشهد العام الجديد ارتفاعاً وإقبالاً على العقار بما يقارب 10% مقارنة بالعام الماضي. بقلم الكاتب محميد المحميد نقرأ مقالا في صحيفة أخبار الخليج بعنوان الإعلام والرسمية يد واحدة لا تصفق، فإلى سطور هذا المقال. التجاوب المجتمعي مع الحالات الإنسانية التي تم عرضها في الإعلام الرسمي نموذج بارز لفاعلية الإعلام الرسمي مع حاجات ومطالب الناس، هي حاجات ومطالب مشروعة وطبيعية تم عرضها في التلفزيون الرسمي ووجدت التفاعل مع مؤسسات المجتمع. التلفزيون والإذاعة ووكالة بنا ومركز الاتصال الوطني وغيرها التابعة للإعلام الرسمي تبذل جهودا حثيثة وتقيم برامج عديدة لتفعيل التواصل مع المواطنين مهما برزت من وسائل إعلامية حديثة، فإن الإعلام الرسمي لا يزال حاضرا وفاعلا ويبذل المزيد من الجهد والمتابعة من أجل أن يكون منبرا وطنيا رفيعا لخدمة الوطن والمواطن، ولا يزال للإعلام الرسمي متابعون يجدون فيه الثقة والتعبير المسؤول عنهم وعن احتياجاتهم، تعزيزا لدور الشراكة المجتمعية في صنع القرار الوطني.
هذه تحية شكر وتقدير واجبة للإعلام الرسمي، مع تمنياته له بأن يحظى بالمزيد من الدعم والتنسيق من كافة الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع لأداء دوره المسؤول. انتشرت صحيفة البلاد لأن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بدأت اعتبارا من يوم أمس الأربعاء الأول من شهر يناير لعام 2020 بالتشغيل التجريبي لعبور الدراجات النارية، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة البحرينية والسعودية. وبدوره قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد عماد المحيسن إلى أنه تم تخصيص المسار الأيمن لإنهاء إجراءات سفر قائدي الدراجات النارية في مناطق إنهاء الإجراءات. نشرت صحيفة الأيام إلى أن مهرجان الأيام الثقافي 26 للكتاب في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات استقبل أكثر من 10,000 زائر، والذين التقوا بأحدث الإصدارات والعناوين ل240 دار نشر في مجالات الفكر والثقافة والأدب ومختلف العلوم. أما الآن مشاهدينا فننتقل إلى فن الكاريكاتير. ومن فن الكاريكاتير أكون قد وصلت إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. تمنياتي لكم بإجازة نهاية أسبوع سعيدة، ودمتم في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.